اهلا بيكم. بداية فيلمنا مع دكتور اسمه ستيل، اللي بقى سياسي ناجح وليه مكانة كبيرة، وكان ستيل عايش مع مراته وبنته سالي وابنه مارتن. وركزوا على ابنه مارتن، وكان ستيف في احد الحفلات ودخلت بنت اسمها انا وراحت لستيف وقالت له ان هي صاحبة ابنه مارتن والمفروض هيتخطب قريب. وستيل قعد يبص لها جامد واتبادلوا مع بعض النظرات بشكل قوي. تاني يوم على طول مارتن بيجيب انا عشان يعرفها على اهله، وبتسلم على ابوه كانها اول مره تقابله، ومش بيبينوا انهم اتقابلوا قبل كده. وبيحصل كالعادة نظرات قوية ما بينهم ومش مفهومة. وفي يوم تاني بتتصل أنا بستيف وبتديله عنوان يجي يقابلها فيه، وفعلا بياخد بعضه وبيروح لها العنوان. وبيدخل عليها الأوضة بيلاقيها قاعدة على السرير وبتبصله جامد جدا، ومن غير كلام بيقربوا من بعض. بعدها بيجي المشهد على مارتن وهو بيتعشى مع عيلته ومعاهم أنا اللي بتقعد تحقق معاها أمه، وبرضه بيقعدوا الاتنين يبصوا لبعض جامد. بعدها بيروح لها ستيف البيت، لكن بيلاقي ابنه واقف معاها قدام البيت، فبيستنى وبيستخبى لحد ما ابنه بيمشي وبيدخل لها هو، وبيقعد يتكلم معاها وبيقولها ان احنا لازم نلاقي حل، انا ما كنتش قادر وكنت عايز اخدك في حضني، وبيقربوا من بعض تاني. المهم بعدها بتقعد تتكلم معاه عن اخوها اللي انتحر وشويه هوي كده ملهمش لازمه، وبيحكي لها ان هو مسافر مؤتمر وبيعرض عليها انها تيجي معاه، لكن هي بتقول له انها وعدت مارتن ان هي هتقضي معاه الاجازه. وفي اليوم التاني ستيل بيعرف ان ابنه وانا راحوا باريس يقضوا الاجازه، وبيبقى في المؤتمر مش مركز في اي شغل وكل تفكيره بيبقى في انا اللي بقت الافيونه بتاعته. المهم بيخلص المؤتمر وبيسافر على باريس، ولما بيوصل بيتصل بيها في الفندق وبيطلب منها انها تنزل تقابله، وفعلا انا بتخلي مارتن نايم وبتنزل تقابل ابوه، وبياخدها عند مدخل عماره وبيقربوا من بعض. المهم بعدها بتقول له انها لازم تمشي علشان مارتن قرب يصحى، وبيروح ستيل يحجز اوضه في نفس الفندق وبيفضل يراقبهم من الشباك، ولما بيشوفهم في وضع مقربين فيه من بعض بيقعد يعيط ويمسك في بطنه. بعدها بيرجع لندن وبيكلم انا وبيقول لها انه عايز يشوفها، وفعلا بيقابلها ويقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتقول له انه ما ينفعش يبقى بينهم اي علاقه، وهو بيقول لها انه مستعد يبعد عن مراته وعياله علشانها وانه ما يقدرش يعيش من غيرها، وبتقول له انت كده ممكن تخسر ابنك. في يوم تاني بيروح لها البيت وبيلاقي حبيبها القديم عندها في البيت، وبيبان على ستيل انه غيران ومتضايق، وبيمشي وبيقف يستنى لحد ما صاحبها ده يمشي. بعدها بيدخل لها تاني وبيقول لها مين ده، فبتحكي له ان اخوها كان عايز يغتصبها وانها ما رضيتش، وبعد كده اخوها من الصدمه انتحر، وان صاحبها ده هو اللي كان واقف معاها. بيتاثر ستيل من كلامها وبياخدها في حضنه، وبيقربوا من بعض للمره الالف. في يوم تاني بيروحوا عند بيت جد مارتن ومعاهم انا، وبيقول لهم مارتن ان انا وافقت انها تتجوزه، وطبعا كله بيفرح ما عدا ابوه وامه. ابوه واحنا عارفين ليه، لكن امه مش عارف ليه. بالليل بيروح لها ستيل الاوضه ويقربوا من بعض تاني، واثناء ما هو كان خارج من الاوضه بتشوفوا بنته. بعدها بيجي المشهد وهم في عشاء وبيكون معاهم ام انا، وبيقعدوا يتكلموا شويه مع بعض. بعد كده بياخدها ستيل ويوصلها، وبتحكي له ان انا مبسوطه الايام دي قوي، وان هي مش عايزه علاقه انا بمارتن تبوظ، وكمان بتقول له انا ملاحظه ان في علاقه بينك وبين انا وانه لازم يبعد عنها. بعدها على طول بيتصل ستيل بانا وبيقول انهم لازم يبعدوا عن بعض، وان امها عارفه وممكن تعمل لنا مشاكل. بتعدي الايام على ستيل وهو مكتئب، وفي يوم تاني مراته بتكلمه علشان يحضر الحفله، وهو بيقول لها انه مشغول. وتاني يوم وهو في الحمام بتدخل عليه مراته وبتقول له مالك، لكن هو بيقول لها مفيش حاجه، فبتتخنق منه وتسيبه وتمشي. في يوم تاني بيجي له صندوق وبيكون فيه مفتاح، وبيروح للعنوان اللي موجود جوه الصندوق، وبيطلع البيت لكن ما كانش فيه حد. وفي نفس اليوم ده بيروح بيلاقي مارتن وانا، فبيطلع ستيل المفتاح لانا ويغمز لها. بعدها بيقعدوا لوحدهم وانا بتمسكه من راسه وبتقول له انها مش قادره تبعد عنه. تاني يوم بيتقابلوا في الشقه وبينسوا المفتاح في الباب وبيقربوا من بعض. وفي الوقت ده بنلاقي مارتن طالع الشقة وبيلاقي المفتاح وبيدخل وبيشوف ابوه مع انا خطبته. طبعا مارتن بيتصدم وبيفضل يرجع لورا لحد ما بيقع من فوق وبيموت، وبينزل ستيل بسرعة وهو من غير هدوم، وبتعدي انا من جنبه وهي حزينة وبتطلع من المكان وهي بتعيط. بعدها بيجي المشهد عليه وهم بيحققوا معاه وبيواجهوه بعلاقته بخطيبة ابنه وانه كان السبب في موت ابنه. بعدها بيدخل ستيل على مراته وهي منهارة تماما، وبتقول له ان ابنها عرف مكان الشقة بالصدفة وانه المفروض يقتل نفسه. بعدها ستيل بيروح لبيت ام انا علشان بيدور على انا،
وبيلاقيها فعلا في البيت، لكن مش بترضى تتكلم معاه. بيعدي شوية ايام وبيجي المشهد على ستيل وهو عايش لوحده حياة صعبة وفي شقة على قدها، ومكبر صورة ليه مع انا ومارتن، وبيقول انه اخر مرة شافها كانت في المطار مع بيتر ومعاها طفل، وده بيكون اخر مشهد في الفيلم. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة علشان اللي جاي عظمة. السلام.